حساب علي القضية عقيمة. تحكي عن البعض يقول لك كوبي أنا أبو تجربة. البعض أبو تجربة. البعض يقول لك لا أنتوا دزادون على قضية مناطقكم وقضية هم بها انتخابات مستقبلة وتردون تطلعون بالجملة الناس والبريء والمدري شنو يطلع وياه بالوراسة بالوراسة. هذا ذي الساعة تقريبا على أخويا من يقول دائما يطالبون بها مو كل اتفاق مش كل انتخابات نطلب العفو عن الأبرياء ذولا يصير بها اتفاق بين القوة تشكل حكومة وينقضون العهد. جميل. ذكرني بهاي المعلومة القوة السياسية السنية ترى عندهم اتفاق مع السيد محمد الشيعي السوداني إنه بعد الموازنة يمر العفو العام. خب هذا المفروض ورقة ما يسمى ائتلاف إدارة الدولة يعني صحيح. اللي صاركوا بها اتفاقية موضوع البند تشريعي وبند تنفيذي قد يكون قانون العفو من ضمن هو البنود التشريعية اللي اتفقوا عليها. قطعا هو خلينا نوقف هنا أنا. طبعا هنا هم اكو مناورة وذكاء من كل الأطراف اي والله واكو احتيالهم بالموضوع واكو دعاية إعلامية. صدقين لي من هو العتب على القادة السنة انه كل مرة هذا الموضوع يصير وترجع حقيقة تشكل حكومة يركن هذا الموضوع على الرف يعني صح. ايه انا متابع هذا الموضوع ما بين استخدام حيلة إعلامية أمام الشارع السني كدعاية متاجرة بحياة الناس ما بين مناورة من قبل قادة الكتل السياسية الشيعية وكأنه هو عبور مرحلة لا أكثر ولا أقل. لكن خليني هنا أحكي على معلومات خاصة سابقة صحيح. شوف الساد إبراهيم ذكر حقائق. أنا عتبي أنا إنسان وصلت إلى مرحلة الموت حكم علي بالموت بعد شنو أخاف ودوني للطبيب وأخاف أنا وصلت موت بعد لا اصل لما الطبيب قال لي يعذبوني ما اخاف عذرا وانت قلت سأله الطبيب لا يقدر لا تشرب صحيح تروح الاثار مبدئيا الطبيب عنده صحب. عنده امكانيه شلون يوصل شلون يودي ودي تحليل ودي سونار ودي صعب علي ودي اسكان ودي امراي المهم قصد او باوع بالتقارير الطبيه ملحوظه على ابو جلابك تكمل الفكره التقرير الطبي شريد كسر عظم كدمه اي واضح واضح كسر او كدمه ضرب او حوفت ضرب عنون ضرب حوفت او اثار على الجلد اي اثار ذلي ماكو حتى لو تقول له اي قصدي شو راح تسوي اعاده محاكمه شاهد كلامي لان انت مو طالع لي بالجمله تحت قانون العفو العام اي انا هسه عندي الاستثناء الابرياء صحيح انا الغي هذا العفو اطلع كل السجناء على مود الاستثناء قطعا لا احنا عندنا قاعده دائما الاستثناء لا يتم احنا الابرياء لا يتم التوسع فيه لا مو انت من السنه استاذ علي احد جوده الحسين ابراهيم اريد بس بس انا ويا كل انسان بريء بس يا اخي هو الاولى انه الانسان البريء يبحث عن مخرج يطلع من هذا الموضوع ما معقوله ما عنده مخرج قبل النظام متعسف حكيت شوف بالمناسبه كل اللي ساق الاجرام تلقاه خرج من المدرسه الامريكيه شوف من ترجع انت المجرم طارق الهاشمي هذا اجرم بحق السنه قبل اجرم حق الشيعه، ليش؟ لانه جر الويلات علي من؟ على المكون السني، انا كمنظور شيعي انا عندي شهيد ابن عمي شهيد، نظرت عذرا بالم، نظرت بسبب طارق الهاشم، لكل المكون بسبب من؟ بسبب هذا المجرم، عممت الحاله وصارت للاسف سنه سابقه لكل حمايته طلعت واكو ترى هنا هسه هذا الموضوع عن هذا الموضوع مثل ما رجع رافع راح يجي طارق هاي رساله خبر الان طارق الهاشمي راح يرجع ويرشح بالانتخابات القادمة رسالة لا الرأي العام ترى مو مثل قبل سب قصية عذرا الشارع هسه اخوي رافع العقد اللي رئيس وزراء والامور طيبة وشان متهم بالنسبة لرقم واحد بالارقام فمن خلى قل للطبقة السياسية الشيعية انا كتبت في هذا الموضوع ثق واعتقد بالله سيعاقب القادة السياسيين والاحزاب السياسية في المرحلة القادمة ليش؟ لان الشارع الشيعي عموم الشارع العراقي ليش الشارع العراقي اصبح عنده وعي حقيقة كما قال الإعلام يترصد الصغيرة والكبيرة ماكو شيء ينظم عذرا الطبقة السياسية هو أصلا سرك بقهوة يعني إذا شغل كله تابع ما سرات بقى على الفيس لا صدقوا إيه فماكو شيء مضمون بالأخير لأنه راح يتجمع علي من الخصوم عذرا أنا عندي خصم سياسي باكر راح يقف قدامي راح يصفط لي إياهم ويذكر جمهوري ترى هذا راح تنتخبوه لأنه ما لا تسويتم إياهم صحيح واحد اثنين ثلاثة ماكو شيء مضمون فقد قصدي اني موضوع العفو العام فد شائكه كبيره جدا لا يمكن المضي بهذا العفو يجب ان
نجد طريقة نخلص بها الأبرياء اللي كان بريء بس ما أطلعاني ضعف عام. أنا أعتقد راح يصير على الأقل بالجغرافيا الشيعية راح يصير سخط عام يعني وردة فعل أنا برأيي تأذي قد تسبب بسبب التظاهر بسبب ليش الإرهاب من 2003 ومخرجات داعش اللي سببت لحد الدام والخميس الدام والسبت الدام وجت داعش وجت سبايكر وجت الصقلاوية هاي كلها إجرام إجرام كلها حق الأبرياء. إنهم راح يجي واحد أستاذ علي يقول لك والله برافو عليك بطل جبت رئيس الجمهورية باتفاق سياسي والسلطة التنفيذية بيدكم أنتم كقوة سياسية شيعية آلاف المحكومين بالإعدام اللي قتلوا أولادكم وتموتوا تحشون صدرون هالخطاب طبعاً تحشي القوة السياسية وينكم ليش مقعدين بالسجون في آي بي وأكيد وشرب وصرفون عليهم وإنترنت وتليفونات هم قاتليكم سواء في فترة داعش أو قبلها وهذا أيضا ورقة ستكون بيد الخصوم في المرحلة القادمة لذلك احنا بكل لقاءات والقيادات السياسية أنا يا رئيس الجمهورية التقيت مرتين وهذا الموضوع ذكرنا أنه من المفترض أمام الله كذمة كضمير كمسؤولية لأن التحالف في القرآن أن تحفظ وتحافظ على الدستور وعلى النظام السياسي من المفترض اللي أجرم بحق البشر أجرم بحق النظام السياسي من المفترض أن يجد العقوبة اللي تليق بحجم إجرامه فإذا مجرم مقاتل وذابحه شو تريد عن من عندي أداري قطع يجب أن يعدم لذلك هي رسالة طبقة سياسية لكل طبقة سياسية سنة وشيعة وكل يجب أن يكونوا أمناء إذا أنتم خذلتوا الأمانة في الفترة السابقة بسبب مشاكل الشارع الشيعي والشارع السني والإرهاب وكان الفكر مشتت الآن لا عندنا مراقبة دقيقة ليش أكو استقرار أمني أكو استقرار سياسي لذلك هذه الأمور بدأنا نبحث عنها لذلك أي مجاملة على حساب دماء الناس أنا أعتقد ستجد ردة فعل كبيرة جدا من قبل المرجعية من قبل أئمة المساجد شنو واحد من قبل صار من 18 و20 سنه بالسجن يعني انا الان حقيقه حتى لقائنا وتحيه حقيقه وجه السيد وزير العدل الاستاذ خالد شواني ايه؟ الرجل يعني للامانه في هذا الموضوع قال لن اقصر الموضوع ما مرهون بس بوزاره العدل مرهون برئاسه الجمهوريه حتى مرهون برئاسه الوزراء المفترض التنفيذيه التابعه سوينا راي عام بس اذكرك بهاي سوينا راي عام على الكاظمي عن قضيه قتله سبايكر من اصل 49 مسجد راسا خابر بالتليفون عدموا 9 بس رأي عام خلال أسبوع 17 اللي عدموهم العفو وللأمانة موضوع سبايكر ما بي مجاملة يعني خلينا نكون واقعيين قد تكون قضية الواحد بس 17 واحد هو اللي كل اللي مسكوهم أنا على حد علمي أي. يعني اللي صدر بحقهم أحكام وأحكام قطعية يعني نفذوا بهم للأمانة لكن هل بذلت الحكومة الجهد الوافي والحقيقي باتجاه الجريمة قطعا لا أكو تقصير بهذا الموضوع آلاف اللي البيئة سبايكر البيئة محددة يعني إذا عدنا حس استخباري قطعا من المفترض عشار اشتركت بهذا الموضوع نساء اشتركت بهذا مرة شيل بلوكة تضرب شخص أعزل ايش قد واصل مستر لو مرة تختار اثنين تقول اعطيني اثنين خلي اذبحهم هل هو ناجي سبايكر جادم جريمة صارت بيد أهل المنطقة والعشائر لو بيد التنظيم لا بيد أهل المنطقة يعني مو داعش وهسا أقول لك ليش تبرأ للأمانة داعش كان متغلغل وأكو خلايا نائمة نهضت بمجرد سقوط المؤسسة العسكرية في لكن الفاعل الحقيقي العشائر طريقة الاستدراج هذا ما مثبت حتى بالمناسبة التحقيق اللي أجراه البرلمان البرلمان العراقي اللجنة التحقيقية حقق بهذا الموضوع العشائر كسيارات كعجلات كطريقة استدراج كانت من العشائر الجميل اللي موجودة جميل.